ها يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن السيشن 2 اللي هي بتتكلم في الـ Energy Efficiency in Boiler، وازاي تقدر تكالكليت الـ Efficiency والكلام ده، طيب، وتعمل بقى الـ Analysis بتاعتك انت كالكليت الـ Losses والـ Exhaust Percentage، الـ Losses in Exhaust والكلام الجميل ده كله. طيب قبل ما نبدأ، بس انا just نعمل ريفيو كده سريع عن الرولز اللي we are using in this tutorial. طيب اول حاجة ان انت بيبقى عندك اللي هو السيستم بتاعك اللي هو البويلر، بيبقى المفروض لما تعمل تشوف مين اللي بيانلت ومين اللي بيأكزت، بتلاقي ان انت عندك اللي بيدخل السيستم بتاعك هو مفروض الواتر والفويل، وبعد كده الواتر بيحصل لها هيتينج فبتطلع في صورة ستيم، تمام؟ عندك ووتر وعندك الفويل، وبعد كده بالووتر دي الفويل بيدخل جوه بيتحرق، وبعد كده بيحصل ترانسفير الانرجي ريليزد باي فويل تو ترانسفير ذا ووتر فروم ليكويد فيز تو فيبر فيز، ماشي؟ وبعد كده بيبقى عندك طبعا الاكزوست جاز اللي حصلت، اللي هي البرودكت بتاعت الكومباشن، بتطلع في صورة اكزوست جاز بلا تمبريتشر تي. فممكن نقول ان الواتر دي بتدخل عند بي و تي 1، يوجوالي بتخرج عند البي و تي 2، وبتبقى بيبقى في الغالب يا اما دراي ساتوريتد يا اما بيبقى سوبر هيتد ستيم حسب هو هيطلع لك في المسألة. فلما تعمل energy balance على السيستم ده، بتلاقي ان ال m fuel times the calorific value equal q dot steam plus q dot exhaust plus q dot loss. بمعنى انت المفروض اللي دخل عندك السيستم as energy اللي هو ال m dot fuel times the calorific value. اي حاجة بعد كده بيحصل لها heat transfer، وبتستخدم ان هي تتشينج ال energy from low energy to higher energy. فالواتر هتبتدي تسخن، فدي بقت كانت low energy في الستيت دي، بعد كده بقت high energy، ونفس الحركة بالنسبة للإكزوست جازز. وبرضو في هنا مفروض إن هو loss كده اللي هي ال Q loss، ماشي؟ طيب ده for ال energy balance. ف how do we get ال Q steam؟ طبعا اكيد بيبقى q dot steam equal m dot steam times h2 minus h1، ماشي؟ ف according بقى لل states بتاع ال properties بتاعت 0.2 0.1 هتجيبها من ال steam table، وبعد كده تجيب ال q steam عادي جدا. طيب بعد كده المفروض ان انت ازاي تقدر تكريت ال q loss، ال q exhaust، ال q dot exhaust هي ال m dot gas c b gas time t exhaust minus t ambient، تمام؟ فلان هو بيشوف انت كان داخل هنا الاير، هو المفروض هنا كان اصلا كان في اير داخل، وابتدى يسخن وطلع في صورة اكزوست جاز، فهو كان داخل بالتي امبيانت المفروض يعني، او هو هيقول لك الاير تمبريتشر كان بكام في الانلت، وخرج بتي اكزوست. فمعنى ان هو يخرج بالتي دي يبقى انا ما استفدتش بيها، يعني لو داخل عند 25 وخارج عند 300 سيلسيوس مش كلفن، فده معناه ان انا عندي حوالي 275 دلتا تي ايكوال 275 لوست، ما عملتش بيها اي حاجه وخرجت في الهواء على الفاضي بس. فتقدر من هنا تقدر تكالكليت الكيو دوت اكزوست. طيب الام دوت جاز يوجوالي تبقى اللي هي الام دوت اير بلس الام دوت فويل، يعني هتلاقي ان انت بتقدر تجيب الاثنين دول مع بعض يعني في اي بروبلم. والله ما قدرتش تجيب الام دوت فويل بسبب ان ما كانش جيفن مثلا الاير تو فويل ريشيو، او حصل ان هو ما ادالكش في المساله الام دوت فويل، ده هيبقى صعب قوي ان هو ما يبقاش الحته اللي انا بقولها دي، ان الام دوت فويل ما تبقاش جيفن، ساعتها هتقول ان الام دوت جاز الام دوت اير، بس ده نادرا قوي ان هو يحصل، لازم هتلاقي دايما الام دوت اير والام دوت فويل موجودين في المساله. الرول اللي بعد كده how do we calculate ال Q loss. ال Q loss هي بتبقى around من 5 to 10% ال Q total. ال Q total اللي هي ال m dot fuel times ال calorific value. هنعرض دلوقتي كمان شوية ال Q loss دي هي بتنكلود ايه ال losses اللي معاها،
وازاي بنحسب كل loss. بس انا بقول لك دي approximate value لل Q loss تقريبا بتبقى كام. فال Q dot loss بتيجي من ال blue down، وتقدر تكالكليت ال blue down ده ان هو ال M dot blue down times delta H. وال blue down ده ان احنا بنعمل drain شوية للواتر اللي موجودة جوه البويلر عشان نبتدي نغير ال TDS بتاعها اللي هو total dissolved salt، تمام؟ عشان ما يبقاش، لان انت كل المفروض لما المايه انت عارف ان السايكل بتاعه البويلر دي هي كلوز سايكل، او السايكل بتاعه الرانكين هي كلوز سايكل، فالمايه بتقعد تلف، بتحصل لك ايفابوريشن وكوندنسيشن ورايحه جايه رايحه جايه، فهي ماشيه في الطريق بيبقى فيها كم في امبيورتيز كتيره بتحصل لها اكيميليشن في البويلر. فلازم كل فتره نعمل كل مثلا كام ساعه نبتدي نعمل بلو داون لجزء معين من المايه، ونعمل ميك اب بميه جديده. فالموضوع ده بيضيع انرجي طبعا، لان انت بتاخد ميه بدرجه حراره عاليه وبترميها وبتدخل ميه بدرجه حراره فترجع تسخن، فدي كيو لوس. فهي الام دوت بي دي اللي هي بلو داون تايمز دلتا اتش، والدلتا اتش ما المفروض ان هي هتبقى اللي هي الاتش الاتش اف ماينس الاتش 1 سوري الاتش فهي الاتش اف عند البريشر بتاع البويلر، ماشي، ماينس الاتش ماينس الاتش 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 اف عند التي امبيانت، ماشي. يعني احنا كده كده بنعمل درين للواتر as a liquid from من البويلر، ما بناخدش ما بنعملش درين من بالجازس في الفيبر فورم. فكده كده هي بتبقى مفروض ان هي اتش اف، تمام؟ وهي مفروض اللوسز بتبقى ريلاتيف اللي هي كانت داخله بكام وخرجت بكام. فهي المايه في العادي ان هي بتبقى درجه حراره عند الامبيانت، فتشوف الاتش اف بتاعتها بكام وجات البلو داون لوسز. بعد كده عندك الدراي اكزوست اللي هو احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الكيو دوت اكزوست اصلا، وعندك الراديشن والكونفكشن لوسز، ودي بتبقى حوالي 1%. بعد كده هنبتدي نتكلم بقى على ازاي نكالكليت الافشنسيز بتاعت الكومباشن والافشنسي بتاعت البويلر. فالافشنسي بتاعت البويلر هي 100 ماينس الاولد لوسز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الكيو كونفكشن والراديشن والبلو اوت ودراي اكزوست. وبرضو عندنا او الكلام ده كله المفروض ان هو ايكوال كيو يوسفول ديفايد باي البيد اللي هو الكيو يوسفول اللي هي كيو دوت ستيم، والبيد اللي هي الام دوت فول تايمز كده في الفاليو. This is how do we get the boiler efficiency. Next we will talk about الـ combustion efficiency. فالـ combustion efficiency هي 100 minus الـ Q percentage as exhaust. ليه؟ لأن هو بتتكلم على، أنا ماليش دعوة بقى بالـ ماليش دعوة بـ ما بعملش بالانس على البويلر، أنا بعمل بالانس، أنا بشوف أنا خدت energy قد إيه، والـ energy اللي قد إيه اللي أنا خدتها من الـ M dot fuel كاليف فالي دي، هي مفروض جزء منها راح للبويلر والجزء التاني اللي هو خرج من الفليم راح للتيوب، والجزء الباقي خرج في صورة اكزوست. فهو لسه ما دخلناش بقى في قصة البلو داون والراديشن من البويلر تيوبز وكده والكونفكشن يعني، ماشي. بس فده بالنسبة للان سي ليتا سي ولا ايه. فالكيو دوت اكزوست از ا برسنتج بتتجاب بقى بالطريقة دي اللي هو او عايزين نجيب اي برسنتج لللوسز بالطريقه دي. هي نفس الكوانتيتي اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي الام دوت جاز سي بي جاز تي اكزوست ماينس تي امبيانت ديفايد باي الام دوت تايمز الكالوريفيك فاليو. في فورمولا تانية اسمها سيجرد فورمولا تقريبا. سيجرد فورمولا دي بتتكلم ان هي 2 اكزوست تي اكزوست ماينس تي امبيانت تايمز اي 1 اوفر 21 ماينس او 2 بلس بي، والاي والبي دول كونستنت بيبقوا جيفن. طيب في بارامتر جديد اسمه الاكسس اير فاكتور اللي هو اللاندا، وده بيتكتب بطريقه ان هو الاو 2 برسنتج ديفايد باي 21 ماينس او 2 برسنتج. الحاجه الاخيره بقى اللي هنتكلم عنها ان هو البويلر سيفنجز.
وده ازاي تقدر تحسب السيفنج اللي انت عملت السيفنج او الانوال سيفنج والسيمبل باي باك بيريود. فلما تعود لما تبقى عايز تكتب تكالكليت الاف الفيول سيفنج بتقول ان هو الام دوت اف اولد ماينس ام دوت اوف الام دوت اف اف نيو ماشي. فانت كان عندك مثلا الاولد برقم كبير، بعد كده عملت ريتروفيتنج على السيستم بتاعك فوصل ان هو بقى بيحقق ام دوت فيول قليله، فتقول ان الام دوت اف اولد ماينس ام دوت اف نيو ده الفيول سيفنج. عايز تجيب السيفنج برسنتج ديفايد باي الان اف اولد ماشي. وبعد كده لو حبيت تحسب الانوال سيفنج هتقول ان اللي هي برضه الدلتا ام او الام اف اولد ماينس ام اف نيو تايمز الكوست بير ماس، يعني الفول ده بيكوست قد ايه ايجيبشن باوند مثلا بير كيلوجرام او بير تون، بعد كده تايمز الاوبريتنج تايم ماشي. فده المفروض ان هو بيبقى مثلا كيلوجرام، يعني خلينا كده ندي اكزامبل يونز كيلوجرام بير سكند ماشي. وانا عايز اعرف ان ده ال اي بير كيلوجرام مثلا. فبعد كده انا عندي الاوبريتنج تايم ده مفروض ان هو يبقى بير سكند، فهو بيبقى جيفن دايما هو بتشتغل كام ساعة في السنة، فمفروض ان هي اور بير يير ماشي، عشان تطلع في الاخر الكوست از كيلوجرام از ايجيبشن باوند بير يير ماشي. فمثلا بتبقى 8600 او 8400 على حسب هو هتبقى جيفن في المسألة عامل ازاي. طيب لو انت عملت سبستيوشن بالطريقه دي تبقى غلط، لان انت عندك في هنا ميس ماتشنج اليونتس، عندك هنا السكند وعندك هنا اور، فلازم انت ملتبلاي هنا باي 3 3600 ماشي. وبعد كده تقدر تكالكليت عادي اللي انت تجيب الانوال سيفنج ماشي. في بقى اللي هو الموضوع بتاع السيمبل باي باك بيريد، السمبل باي باك بيريود بيبقى عارف لو انا الكوست بتاع اللي انا اتكلفتها عشان اعمل ريترو فيتنج اللي هيقلل لي الام دوت فويل الام دوت فويل نيو، عايز اعرف الفلوس اللي انا دفعتها دي اللي دفعتها هترجع لي بعد قد ايه ماشي. فانت جبت الانوال سيفنج، يبقى انا لو عندي التوتال كوست اللي انا دفعتها مثلا ديفايد باي الانوال كوست، يقول لك انا الفلوس دي هترجع لي في خلال 2 years او 3 years 4 years and so on ماشي. فهي اتس لايك ان انا عملت انفستمنت مثلا في ان انا اغير ازعد حاجه في السيستم بكلفه 1 مليون دولار، وبعد كده الانوال سيفنج بتاعتي في السنه بتعمل لي مثلا بنتكلم في نص مليون دولار، فأنا كده متوقع إن أنا في خلال سنتين هقدر أغطي تكلفة الكوست التكلفة اللي أنا دفعتها أول مرة صح؟ بس فهي دي فكرة الـ Simple Payback Period. دي هي هنا لما بما إنكم بقى بتدرسوا الـ Economics تقريبا بتدرسوا Economy مش فاكر الترم ده ولا الترم الجاي، بس بما إنكم بتدرسوها أو لسه هتدرسوها فده الـ Simple Payback Period ما فيهاش موضوع اللي هو الـ Interest Rate والكلام ده ماشي؟ فده as a simple simple form يعني. طيب دي problem number 2 في assignment، بيقول لك a steam boiler raises 5 times per hour of dry saturated steam at 9 ماشي. فده ال m dot steam وده dry saturated steam اللي هو ال x equal 1 عشان لما تجيب ال chat، وادي معاك ال pressure تمام. بي كيرفول بس عشان هو قايل لك هنا ان بار جيج ماشي، فما تنساش تكونفيرت لان انت عارف ان الستيم تيبل هو ابسولوت بريشر، ما بنشتغلش على جيج بريشر. بعد كده the boiler uses fuel oil with a heating value of 41 ميجا جول بير كيلوغرام، دي كالوريفيك فاليو. The fuel cost is 1.5 Egyptian pound per kilogram، يبقى ده هنستخدمها أكيد لما نكالكليت الأنوال سيفنج. بيقول لك إن الفيد واتر انتر ذا بويلر ات 26 سيلسيوس، ما تقراش إن الفيد واتر يبقى أنت عندك open feed water heater أو closed feed water heater،
لا خالص، ده فيد واتر، ان هو بيقول لك الميه داخله السيستم بتاع البويلر داخله عند كام، اللي هو بقى ام فيدنج، ام فيدنج او الواتر سبلاي تو ذا بويلر ات 26 سيلسيوس، مش معناها ان انت عندك فيد واتر هيتر. بعد كده بيقول لك ذا فلو جاز تمبريتشر اللي هو الاكزوست اللي خارج ب 315 سيلسيوس، يبقى ده تي اكزوست، والاكزوست جاز هاز افريج سبيسيفيك هيت، مدي لك السبيسيفيك هيت السي بي، ومدي لك الريشيو بتاعت الام دوت جاز ديفايدد باي الام دوت فيول، ماشي، والاوبريشن تايم، وبيقول لك الراديشن والفلو داون لوسز ب 3.5%. حلو الكلام، يعني انا تقريبا معايا كل حاجه. طيب هو عايز الفول كونسومشن، طيب الفول كونسومشن عشان اجيبه ومعايا اللوسز ومعايا الحاجات دي كلها ومعايا حتى على الدرجه دي كيو اكزوست، يبقى I need to apply energy balance على السيستم، يبقى الان دوت فيول تايمز كالوريفيك فاليو ايكوال كيو اكزوست بلس كيو ستيم بلس كيو لوسز. كيو اكزوست او الكيو ستيم المفروض ان هي تتفك بقى الان دوت ستيم تايمز اتش 2 ماينس اتش 1، والاتش 2 دي اللي هي اتش البي سات ات 10 بار، ماشي. بعد كده ال H1 خلاص هجيبها من الفيد ووتر هيتر، هتلاقيها في الغالب في السب كولد ريجيم. الام دوت جاز سي بي جاز دلتا تي، الدلتا تي معاك، هو قال لك ان هو بيدخل عن 315، وتاسيوم مثلا لو تي امبيانت ما كانش جيفن اسيوم التي امبيانت. الام دوت جاز جيفن المفروض ان هي الريشيو دي اللي هي 20.1 تايمز ام دوت فيول، تمام. البلو داون واللوسز اللي هي الراديشن تحط هنا 3.5 وديفايد باي 100 تايمز الام دوت كالوريفيك فاليو، هتلاقي الايكويشن دي كلها فانكشن في الام دوت كالوريفيك فاليو هنا والام دوت هنا بتاعت الفيول والام دوت فيول هنا، نجمع الكلام ده وكالكوليت الام دوت فيول، يبقى انت كده جبت الفول كونسامشن، هيطلع كيلو جرام بير سكند، ماشي. تعمل له بعد كده كونفرجن ان انت تملتبلاي باي 3600، حلو، تطلع اللي هي كيلو جرام بير اور، ماشي. بعد كده calculate the combustion and the boiler efficiencies، اكيد نقدر نحسبها، الايتا بويلر هي كيو ستيم ديفايد باي ام دوت فويل كالوريفيك فاليو، والايتا كومباستشن هي 100 ماينس كيو اكزوست برسنتج. بعد كده بيقول لك calculate the annual saving annual fuel savings. طيب عشان تكالكليت الكلام ده قال، هو قال لك ان انا هركب ايكونومايزر عشان يريز التمبرتشر اوف ذا فيد واتر انترنج ذا بويلر تو 100 سيلسيوس، يبقى انا مكان ما بقاش عندي الفيد واتر عن 26، انا هركب ايكونومايزر ويدخل لي الواتر على البويلر ب 100 سيلسيوس، فالتي ان واتر اتغيرت، ماشي، فبس البويلر كله زي ما هو، يعني بمعنى ان البرسنتج بتاعت اللوسز هتستال زي ما هي، والكيو دوت ستيم، لا مش الكيو دوت ستيم بقى، الام دوت ستيم تبقى نفس الام دوت ستيم، لان انا اكيد لما اعمل سيستم اغير السيستم اعدل السيستم عشان ازود الافشنس بتاعته، مش محتاج ان انا اقلل الكيو دوت ستيم، ماشي، انا عايز اخليه هو يسبلاي سيم اماونت، فانا ابلاي برضو انرجي انرجي بالانس على السيستم تاني، الام دوت فول نيو تايمز الكالوريفيك فاليو ايكوال ام دوت ستيم تايمز اتش 2 ماينس اتش 1 نيو ايكوال ام دوت ام جاز سي بي جاز دلتا تي جاز دلتا تي بلس البي في البرسنتج بتاعت اللوسز تايمز ام فول نيو ديفايد باي الكالوريفيك فاليو، تعيد نفس الكلام وتجيب الام دوت فول نيو على كده الانوال سيفنج هي الام دوت اوف اف اولد ماينس ام دوت اوف نيو تايمز 3600 كونفرتد فروم كيلو جرام بير سكند تو كيلو جرام بير اور تايمز الكوست بير كيلو جرام تايمز الاوبريتنج تايم بير يير، يعني تمام، يبقى انت كده قدرت تجت الانوال سيفنج. بعد كده عندنا بروبلم ثانيه بتتكلم على نفس الفكره برضو، ان انت عندك ستيم بويلر ريزز 10 طن بير اور يوزنج لايت فيول از جرافيمتريك اناليسيس اوف 86 كربون 13% هيدروجين اند 1% سلفر. الجرافيمتريك اللي هي الماس اناليسيس
والتانية اللي هي وعكسها اللي هي الجرافيتيشنال سوري المولر اناليسيس ماشي. العكسها اللي هو المولر اناليسيس هي اللي بتبقى بيزد على المولز مش الماس. فبنتكلم زي ما قلنا ان هو الجرافيمتريك او ماس اناليسيس ليهم نفس المعنى او حتى او العكسهم اللي هو المولر او الفوليوم. فهو جيفن الكومبوزيشن بتاع الفويل ده بكام ومدي الكوست بتاع الفويل والسبيسيفيك جرافيتي بتاعته وقال لك ان البويلر بيدليفر ستيم ات بريشر و اوبريتنج ات اورز بير اير وقال لك الفيد واتر انترز بويلر ات كام. وبعد كده قال لك الاناليسيس شو ذات ذا اوكسجين كونسنتريشن was 7% while the exhaust and ambient temperature was 220 and 27 ماشي. بعد كده بقول لك الراديشن والبلو داون لوسز ب 3.5% almost تقريبا يعني ماشي. عايز بقى تكالكليت ذا ستايكيوميتريك اير تو فويل ريشيو والاكشوال اير تو فويل ريشيو. عايز الكومبوزيشن كومباشن اند بويلر افشنسي ماشي. وقال لك ان انت ممكن you can use Seegard rule اللي هي اللي احنا قلناها ان هي Q exhaust as a function of A1 و E و B. فبعد كده هنروح بقى نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. فنبتدي بقى. يبقى اكيد هنستخدم اول حاجه لازم نتعمل ان احنا نassume 1 كيلوغرام فويل لان ده هو قال لك ان الاناليسز اللي جيفن دي بتاعه الفويل اون جرافيتيشنال جرافيمتريك اناليسز فتassume 1 كيلوغرام فويل وهيبقى عندك مثلا هنا في سي وعندك اتش 2 ماشي وعندك الاو 2 لا سوري الاس تمام جميل جميل جميل. طيب بعد كده مفروض ان انت بيبقى عندك بقى الحاجات بتاعت انا كده كده مفروض اصلا ما اكتبش الايكويشن يعني بس انا قلت لكم ان انتوا ازاي تحلوا ازاي تعملوا الموضوع ده في الكورس بتاع الانترنال كومبوشن. انت مش محتاج ان انت تكتب الايكويشن بتاعت الكومبوشن بس انت المفروض تكتبها هنا يعني عشان تلم درجات ماشي. بس انت تقدر تكالكليت الاستايكومتريك من غير ما تكتبها اصلا. هو قال لك ان تقريبا عندي 83% فانا عملت assumption فيبقى 0.83 عشان هو ماس يبقى انا لازم ديفايد باي المولكيولر ويت عشان اجيت المولر ماشي. وسيم فور اتش 2 هو كان جيفن ان هي بكام اول واحده ب 86 بقى 13% ماشي. ف 0.13 divided by 2 بعد كده تقريبا السلفر كان 1% السلفر is 1% فيبقى 0.01 32 بعد كده بقى تكتب بقى هنا m plus n over 4 اللي هي انت خلاص عارفهم دلوقتي. وبعد كده جت الايرت فور اللي هتبقى 0.86 over 12 plus 0.13 over 4 معلش انا هنا نسيت اكتب هنا المفروض في 32 plus 3.76 times 28 انا نسيت اكتب الحته دي ف I'm sorry بقى. بعد كده عندك الاكسس اير فاكتور هو قال لك ان الاكسجين ليفل كان 7.77% فجت اللامدا من هنا 7% over 7/21 minus 7 يبقى انت كده معاك اللامدا فتقدر تجت الاير تو فويل ريشيو الاكشوال. الاير تو فويل ريشيو الاكشوال اللي هي اللامدا تايمز
ال air to fuel ratio ال stoichiometric. ماشي. ف this is for for the first requirement. فبعد كده محتاج ان انت قالك عايز combustion وال fuel efficiency, sorry combustion and boiler efficiency, ف Q exhaust يعطيك exhaust minus C ambient الى اخر الفورمولا يعني. معاك ده كله فتقدر تجيب ال Q exhaust. Q loss هي 3.5 times ال amp fuel calorific value. تقدر تجيب بقى الايتا بويلر هي 100 minus ال losses, والايتا combustion هي 1 minus Q dot exhaust. طيب حلو. بعد كده تروح تجيب ال amp fuel بقى, لان هو قالك عايز البويلر والكومباشن efficiency واقف. ماشي. بس جه بعد كده قالك في required C عايز يعرف لو انا ركبت سيستم على الاكزوست عشان ريديوس الاكسجين ليفل ان اكزوست فروم 7 تو 4%, والانفستمنت دي هتكلفني 200,000. فايند برسنتج اوف فيول سيفنج والانوال سيفنج والسمبل باي باك بيريد. فباللوجيك كده بدل ما هيعمل ريتروفيتنج يبقى انت يو نيد تو كالكوليت الام فيول بيفور الريتروفيت. فالام فيول هتبقى كيو دوت ستيم ديفايد باي ايتا بويلر تايمز كالوريفيك فاليو. يبقى انت كده معاك الام فيول اول. طيب انا بعد كده هريتروفيت السيستم, فاروح احسب كيو اكزوست نيو تمام بيزد على الاكسجين ليفل الجديد. وبعد كده ابتدي بقى اجات اسمه ايه ده اكالكليت الايتا بويلر والام دوت فيول نيو. بعد كده الانوال سيفنج بتاعتي اللي هي ام دوت اوف اولد ماينس ام دوت اوف نيو ملتيبلايد باي 3600 كوست تايمز الكوست تايمز الاوبريتنج تايم. يبقى انت كده معاك الانوال سيفنج. الاس بي بي هتبقى الكوست بير الانوال سيفنج تمام. طيب خلي بالكم من حاجه بقى هنا في المساله دي, ان هو طبعا لما يغير الاكسجين ليفل في الاكزوست معناه ان لو انا حبيت احسب الاير تو فول ريشيو اكيد هتتغير, مش الاير تو فول ريشيو الثيوريتيكال, اكيد الاير تو فول ريشيو الثيوريتيكال هتبقى ثابته. ونتكلم على اللامدا اللي هتتغير لان هي كانت فانكشن في الاو 2, لان هي او 2 اوفر 21% ماينس او 2, وبالتالي الاير تو فول ريشيو هتتغير. بس ده عشان لو طلب منك تكالكليت كميه الاير اللي انت محتاجها الجديده عشان ما حدش ينسى الستاب ان هو يجيب الاير تو فول ريشيو عشان اتغيرت وما ينساش يغيرها, او هو بقى ساعتها هيشتغل على الام فيول القديمه ساعتها هتبقى غلط يعني, على سوري الاير تو فول ريشيو القديمه ساعتها هتبقى غلط. فبس ما تنسوش الحته دي. طيب باقي البروبلمز في الاساينمنت هي كلها بتدور حوالين نفس الفكره يعني, انا بصيت عليهم. اول مساله دي عبيطه اصلا فانا مش محتاجها انت تحلها اصلا من غير ما تبص حتى على الفيديو ده. المسائل اللي بعد كده كلها بتدور بنفس الطريقه, ان انت عندك سيستم باكسجين معين وحصل تشينج في اي حاجه, وبعد كده جيت الام فيول والانر سيفنج والكلام ده. فهي نفس الافكار تيبيكال بس. فلو عندك اي كويستشنز يبقى قول لي بقى ايميل وبس. ده بالنسبه للسيشن بتاع النهارده بقى. يلا باي باي.